حيوة نفسي نفسي ألواني إلى حيوة نفسي إلى كيد وفيا تبشيط الوافشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال دار تديكو إنا يتهاي كنتن دارات كنتن ولا بله كنتكم ولا بله واحد دارنا يا عيد مدعي جاءه مركي لوث هلان مركز معنا اللوثك وقرينه تاغن وحالية أما مد مقالية مثلا تحالي قاهي وإن قفلك هلو مقالو أما حافظ دد أي عول أهايين وي عذاو ذي كده حيسو وليس فيها غيرهم إسلام مركانا عدك لأو أن ددكي أي عول كاين آن يكون نولين مركا وضعيك مركا تروح وشيقية نكا إنا ميلك لالله قيما بعدما عذاو أي تالي هالكا أنبا أطنيبا مثالك مقالي هل ننبا وحويري أنا أركيين ننك عدي ديشي هبل بادلي أنبا بادومر يعرور با وحيدا دين وحد ديلي هبل وحد لقو ديلي مقالة دا ووران حقيقة هين لكن قرينة كتوسين إساء وحامركا كاسي وكو عدي صندونا يو أركين بي كنتم ولا بالله مدوعي كاسي هدي وحلو ثلوايو وقرينا آني شرين تلماميسا إن عداسي لو إيلي دلك شخصيغا لدارسان دونا عيدا لتهمو كنتم ولا بالله أيا لغو دارين دونا. حتى بالنبي جينا محمد صلوات الله وسلامه عليه سيقو قضية داكا هدليا سيداكو سيقان بخاري مسلم دليلنا ايو تاي كنتك لو ولا بالله وحلورنا يا سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال إن دلغ عبد الله بن سهل وحاتقي وخيبرتقي سهل عبد الله بن سهل نك اللورن شري يوم حيصة بن مسعود باهي شرتي أو قيد بيب الكاسو بير ليها بل قنعسيين وحكا دياني يشغو أي يؤتغير وهي يوم يدين سلح وقت كانه الشيس باتري يهودي إسلامك إن آن ليس ويرين وحلبنا ليسو جيسن فتفرغ في النخل بيريه بستانة تمرتي كوكا لتغير مدبا ميلبو مرا فأطا محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشطح في دمه قتيلة وحقويمي نكي عبد الله بن سهل هل بولياشو ديكا يتوريان أولا ديلي وآسي مقالة مدينو يمي دبادنا قضية داس وحلقا مارمان نغطي النبي إن للسعود سييو فاندلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة وحتي عبد الرحمن بن سهل ونكي جيريو دي أي ولا ليهين يلا بضانن محيصة يا حويصة يلا كالينا ضو وآذير واه نبي قاية وتقن صلوات الله وسلامه عليه فذهب عبد الرحمن يتكلم عبد الرحمن باوحو دونين وكه الله أرنت قضية دولالكي وكان أصغر القوم إساقا يا أغوية راسة دحذنين ميشة مرهي لكن وانكي جيردو كود عضيو وحانو وكي وحانو آمي سنين بعيد كالي إنه كهذا شقة ديادة فقال النبي كبر الكبرى أمبا كبر كبر أمبا كبر الأكبر با كوين وينيه أمبا كوين هاها الله دبدا نوان آمو سيبويري لبدا يدي آذير بارنتي كهالي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بكي لو شيئي نيكا صحابي جي جليل كاي ديلين وحول اليهود أمبا دقال هاقبان أمبا شخصي ديادي سيها بحيان وابي ما دينو وي دارتين إن أنا يدلين إياه رسولك على مركا ودار أفا أميد لدار سنة يما يهين رسولك مركي صدح ذننا قرابة الله نكدن تيوي ما دين وحكوري ما داران أتستحقون قتيلكم معنى دية قتيلكم بأيمان 50 منكم كنتم لولا بالله نكا دية دي سمكو قادنا إسان ومكو داران إسان كنتم والله يود إن هبل لنك الله يراضو أي دين يهود أم بهبل شخص معين قالوا يا رسول الله أمر لم نره أرنتاسي رسولك يا الله وأرن أنن أركين
سيدين وغو داران كنت ولا بلانا وغو ماري واتوهن قال تبدي نوحو يلي فتوبرئكم يهود في أيمان 50 منهم كنت ولا بلي أي ماري دونا نبا كنت شخصي با داران دونا إن آني ديلين قالوا يا رسول الله هذا رسولك إلهيو قوم كفار تودد قالا سيدين نوغو دارسان فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله تبدا النبي قايا بقول كاهلات بحيي حديث كان يوحو دليل ويهي إن هدي اي دعضو قف إن ميل لغو دلو عدي دي شيان لأركين ماشا سنة أوتوني اي تالي إن كنت بولا بلا لغو قادن دونا دي ديسا أم بكنت بولا بلا اسكي ببري يلي دونا عيد الله شاقن ايا ولا ليا هدي اي نين تاكي قدمنو ninkii sida hoosta loo dilay ee cidii dishay aan la garanayn inay muayyinka cidii la tuumay kontan wala bilum ayaa la marin doona amba iyaga ayaa mari doona ataba calaqati linnafsi almuharramati kafara qofka naf dilay ilaahay u xarimay dilkeeda kafara lagu leeyahay kafaradaasina waxa la yiri idkhu raqabati mu'minati salimati min al'uyub almudirra وحا كفارة وبحين دوناسي إلهي دنبغا وغدا فو مكتي كدب رقبات مؤمنة دا ينو خورايو او مؤمنة دا عيب او دن كان مغبات غشاي عيب تاسينا واتنى بيسا شقالا سيداسو علومات وأييدا هدين إيقو دليشان ايا نبغينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وحو يري لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله هو واني رسول الله الا باحدى ثلاثه تقف الهي قري او لا اله الا الله محمد رسول الله يري لما دلو دلكي سوى حرام الا صدح شخصي او دلكو ذو بناي هيمو يعني النفس بالنفس نفت نفتشه اي اوغانو دشه دلكي ذو بناي هي وصيب زاني هوين اذا ام بنينكا isagoo haas lagu goldaaf sameeyayna dilkiisu uu banaanana wal rajmin wal mufariqu li diini qofka diintiisa islaamka ka baxay ridoobe jamaca ka baxana isna wal dili doona sidaas bukhari iyo muslim bay ku cadahay nabigeenaana ka sugnatay hadaba saddexda wixii aan ahayn ciid diisha ee diya laga qaato amba la caafiyo kafara laga doonaya kafaradaasi awalan waxaan maanta jirin oo adooma ayaa la yiri ha xoreeyo adoontaasna waxa shardi u ah inay tahay adoon muuminada shaqaysan karta rag iyo dumarku doonaha noqdeen hadaba hadii la waayo adoomaha dhadig iyo laba amba islaamka la waayo amba lacagtiisaba la waayo fa siyaamu shahrayn mutataabicayn laba bilood oo wada socda oo xidhiidha ayuu soomi doona tawbata min allah isagoo alla u toobad keenaya haddiiba uu kari kari waayo soomkii da amba xanuun wuxuu samayn doonaa lixdan miskiin ayuu siin doonaa lixdan dhegley oo raashina lixdan dhegley oo raashina marka waa naftii naf kama u dishay amba camdi u dishay ee la caafiyey maxaa daliilu ah alla wuxuu yihi jalla wacala waman qatala mu'minan ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه الى اهله نفت نفتشه ومن قتل مؤمنا خطا نف مؤمنه نف كلو مؤمنه دشي فتحرير رقبه فعليه بينورن وحد دشي سو واجب لو ليه تحرير رقبه انو رقبه خريه مؤمنه هدان لو صدقايسنين waxa kaloo laga doonayaa diye musallama oo ehelkiisii siiyo daba allah aayadda aakhirkeeda wuxuu yidhi faman lam yajid cid weyda adoontii oo xisan aw macnan adoon lafteed baa la waayaan ba lacagtii lagu yimin lahaa muxuu xalku yahay allah cadeeyey fa siyaamu shahrayni mutataabicayni tawbatan min allahi wa kaana allahu caliiman xaakiima laba bilood oo wada socda ayuu soomi doonaa waa toobad alleh ilaahayna caliim xakiim buu ku yahay qofka naf dilay muminada amba khad aha markaasna allah cadin iyo khada u dilay ee la caafiyey ee intuu diyadii bixiyey ambaba diyadii laga caafiyey muminad xoreeyey amba mumin adoona ama labada bilood soomay ama
لحدن بقلي أورشين السيي لحدن مسكين لحدن مسكين ما حد دليل واحد واحد آية تاسي وحي عطينا إسا دلك خد يا مؤمنك هتبا شب العمد جينا والله هتبا وحي شب العمد أيو عمد جي أقول له دليل محاود دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم استكسر ناطي عن وائلة بن أصغر رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كيان ولنمي في صاحب لنا من أنجا أن صاحبا لهين بن أكن أوجب معنى النار أيوة شبتي بالقتل قف بودلي فركاد مردي قف لدلنا دم بوين بعدعي بل كور النبي وانا العافية تبين الرسول كوحي صلى الله عليه وسلم اعتقوا منه اعتقوا عنه وحاك حريسان رقبت حرية ولا اعتقوا عنه نارتك حرية وفي رواية فليعتق رقبه رقبت مؤمنة ها حرية يعتق الله بكل عضو منه عضوا منهم من النار نفتا مؤمنة وحرية اوغيد حبين كستو او كميدة چركيسة حبين ايا لغاقا بيغي دونا دادكي او حريي اه برغا كاسي اي ليهين وحان اوكيني نبي قو نار باوا جبتي ديل عمدي ابو قلي كساس دين اوه لغا داي سيدا او قيد با وحالا فرايا قفكا قف ديله اي ديل جيستا اي لعافيو ام با ديال لغو عافيو انو صومو لبا بلوت ارتا اول رقبات بو حرين ديل وايا لبا بلوت بو صومي ومتطابعة او توبت اه هدو واينا او دا ام بحنونو هايينا لحدن مسكين بو سين دونا لحدن دقلي او ارشنك لغو بحيو فيدريا مركا واحي ليهين علماء فقه هذا اهي نار دي دل عمديون بواجبية فدل على مشروعية الكفارة فيه وحا لغو بحين دونا كفارة دي مركا مشروع بيكوتهاي وقياس على الخدا قف خلدمي بها دي ليري كفارة بيحي ديلك اوغي حاضو مالينك اوغان اوغالينا وبروي نو درسك درسك حيغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوالي الى حيوانتي نفسي الوالي الى حيوانتي الى كيد وفيا تبشي كل وفتشا